عصفورة غرت في الغابة. بحب البيت اللي بيقول ايه، وطي الموسيقى شوية بس كبير، مش كل شوية هتعليها يعني. هم يقولوا كده. لا مش يعني. طيب الترنيمة دي في بيت بيحبه نعمي، يقول لك الناس شايفة الناس من خارج، فعلا محدش عارف جوه الواحد فيه. الناس بتشوف بعض تقول لك بسم الله ما شاء الله، مفيش مشاكل عنده خالص خالص، بس الصليب عليه بصراحه. على فكره شكله حلو ما فيهوش حاجه خالص، وتلاقي الانسان ده مدغدغ من جوه، بس اللي سنده النعمه اللي هي موقفاه على رجله. الناس شايفه الناس من الخارج، اما الداخل مكشوف عندك. وفي بيت تاني جميل قوي بحبه برضو، يقول لك رحايا، عارفين يعني ايه الرحايا؟ اللي عماله تطحن. طب احنا نتامل فيها واحنا بنقولها بقى.